اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد السيد. ازيك يا ابو حميد؟ سلام، عامل ايه يا حبيبي؟ شرف ومنور. طبعا انا سعيد، طبعا انا موجود معاك في قناه النادي الاهلي في بيتنا، وطبعا صح مش ضيف ولا حاجه يعني. طبعا ده بيتك. حاجه تشرف طبعا اكون معاك، انت من الناس فعلا المحترمه اللي قابلتها في حياتي يعني، ولعيب طبعا كنت لعيب كبير في الملعب. كنت بتلعب بعيد عني انت، اكبر مني بس انا طبعا والله استفدت من خبرات كتير يعني. ربنا يخليك يا حبيبي. لعيب يعني برده من الناس اللي اثرت جدا في بطولات النادي الاهلي احنا خدناها يعني. الحمد لله، كانت فتره جميله جدا، وكانت فتره رائعه. في فتره من الفترات انت كنت كابتن النادي الاهلي في الفتره، اعتقد او كنت تاني حد؟ كنت تاني. كنت تاني بعد شادي. انا بقيت كابتن فعلي سنه واحده بس، اللي هي السنه اللي مشيت فيها كنت كابتن بقى، كان مستر جوزيه عيني كابتن يعني، كان في مشكله بيني وبين حسام غالي وشال منه الكابتنه، فبقيت انا الكابتن الرسمي. يعني قعدت قد ايه بقى قبلها؟ كنت تاني كابتن في الفتره دي. من 2005 اول ماتش كان انيمبا. انيمبا اللي كسبنا فيه 1-0 هناك. هناك ده اللي كانت بعد سلسله انتصارات. الماتش اللي هو كان الفيل مطر او 1-0 متعب. 1-0 متعب ده كان اول ماتش كنت ابقى كابتن فيه، وبعد كده كان في ماتشات بقى اما كان شادي بيبقى ما بيلعبش او مصاب. ده امتى دي؟ انا مش فاكر. ايه؟ مش فاكرها. مش كانش بيشتغل حد بياخدها مع البيت. كانش بياخدها مع البيت صحيح. بياخدها مع البيت. كانت ايام. طبعا الحمد لله يعني برضو الواحد يعني عاش فتره كويسه وانت كنت معانا فيها، ويكفي الناس دلوقتي بتتكلم على الفتره دي طبعا ان يعني من احسن الفترات اللي كانت موجوده في تاريخ النادي الاهلي. أيوة. لان انا كنا يعتبر جامعين بين حاجتين، البطولات والكره الكويسه، ودي كلها ما بتلاقيها موجوده في فرقه يعني.